يا مساء الخير. يا مساء الورد يا عريس، اخبارك مبروك. ايه؟ الله يبارك فيكم، كله تمام الحمد لله. الف مبروك طبعا ليك والباتريشيا ولا باتريشا؟ بياتريس، بياتريس او بيا. اصلا حاجه ثالثه كمان. طيب طب بص قول لنا اسم سهل بس شويه كده نكمل بيه المكالمه. ممكن نخليه بيا بس. بيا بيا اوكي بيا. طيب كلمنا الاول صدام عن الفكره، يعني احكي لنا اتعرفتوا ازاي على بعض في البدايه كده قبل ما تتخطبوا. احنا تعرفنا في رحلة غطس. هي غطسة وانا مدرب غطس موجود هنا، وتعرفنا على بعض وبعد كده بدأنا كصداقة وحبينا بعض وقررنا ان احنا نكمل سوا. اوكي طيب، فكرة ان انتوا بقى تعملوا الخطوبة تحت المية كانت فكرة مين فيكو؟ هي الفكرة اصلا كان موجودة قبل كده، بس انا لما اقترحت عليها الفكرة لقيتها مبسوطة قوي عجبها الفكرة. فقررت ان انا اعمل حاجة مختلفة، فكلمت مصنع في مصر هنا بيصنع بدل الغرب، قلت له انا عاوز اعمل بدلة فرح وفستان فرح لتحت المية، يعني هم معمولين مخصوص في كده. حلو. فطبعا ما كانش حد متوقع ان يكون الفكرة كده. فقررنا ان احنا نجيب مواد خام من بره عشان تناسب التصميم، وبعتنا نجيب المواد الخام، وانا اخترت التصميم بتاع البدله والفستان. وبصراحه الناس في المصنع اشتغلوا يعني زي ما اقول كده بيد من الحديد عشان يطلعوه بالتفاصيل اللي انت شفتوها كده في الصور. انت فاجئتها بيه ولا هي كانت عارفه؟ هي لا، هي اتفاجئت قبل يعني قبل الحدث ده بيومين لما رحنا بس نعمل بروفا على الفستان، يعني أوكي. بعد ما خلصنا كل حاجه. وقعد وقت قد ايه بقى تصميم البدله والفستان؟ المواد الخام على ما جت قعدت حوالي 3 شهور. يا نهار ابيض. والتصميم نفسه 72 ساعة، يعني احنا في 72 ساعة كنا عملنا الفستان والبدلتين. حلو قوي. حلو. طيب يعني هو المكان فين اصلا يا صدام؟ احنا نزلنا المية في دهب في منطقة اللايت هاوس. اوكي. المنطقة هناك جميلة وسهلة ومش عميقة قوي، فكانت مناسبة قوي لفكرة الحدث نفسه. حلو جدا. صدام يمكن أي يعني مناسبة وأي حاجة فيها فرح يعني وفرح دايما الواحد بيبقى عايز يبقى موجود مع أصحابه أهله الكلام ده. أنت عملت إيه وقتها؟ هل كان في ناس من أصحابكوا شاركوكوا تحت المية؟ أنا كان معايا أصحابي بس ما كانوش كتير، لأن بصراحة الحدث نفسه جه مفاجأة، يعني إحنا حصل ظروف عند العروسه فكان لازم تسافر. فحاولت اقدم بقى كل حاجه بسرعه عشان نلحق نعمل حاجه قبل ما هي تسافر. ما لحقتش اعزم حد، حتى اصحابي لما زعلوا مني قلت لهم لا احنا هنعمل فرح كبير وهنعزمكم طبعا وهتبقوا موجودين مش تحت الميه. ان شاء الله بقى. طيب صدام يعني احكي لنا بقى وانتوا تحت الميه كان يعني ايه اللي حصل بالظبط من اول ما نزلتوا او غطستوا؟ احنا من ساعة ما مشينا في الشارع الناس بدأت تتلم حوالينا وكل الناس كان بتصور. كل الناس كان فرحانة بينا لدرجة ان انا ما حسيتش ان انا ما عدمتش حد، انا حسيت ان الناس كلها موجودة. حتى الزباين اللي كان موجودة في دهب كانت فرحانة قوي بالفكرة، والناس اللي ما حتى ما نزلتش تخص كان بتعوم بتعمل فوقنا فوق المايه على وش المايه كانت بتعمل سنوركلينج بيصوروا فينا وبتاع لغاية لما نزلنا وطلعنا. هي نفسها كانت حاسة ان الموضوع واو، كل الناس دي جايه عشان تتبسط معايا ومحدش يعرفني. فقلت لها احنا هنا في مصر مش يعني الناس بتروح تفرح لبعض من غير ما يبقوا محتاجين. ده احنا مش محتاجين عزومه، احنا هنيجي نوجب معاك من غير اي حاجه. احنا الناس بنفرح لبعض من غير حتى ما نكون بنعرف بعض. ده حقيقي. وهي شافت كده لما طلعت من الميه لقت الناس مستنيانا بره الميه، والكافيهات اللي موجوده على اللايت هاوس بدات تشغل مزيكا وكل الناس بدات ترقص، حتى الاستاف والزبائن بداوا يجوا يرقصوا معانا وعملوا لنا حفله اصلا ما كناش متوقعين انها تحصل. لدرجه ان هي كانت حاسه واو دي احسن حاجه حصلت في حياتي. لا والسوشيال ميديا مقلوبه كمان، يعني صوركم وفيديوهاتكم كلها على السوشيال ميديا يعني قلب الدنيا. الحمد لله ده كان بفضل ربنا وبفضل اصحابي طبعا اللي كانوا معانا وساعدونا ان احنا ننجح بالفكره دي ان شاء الله. طيب قول لنا يا صدام كده، يعني ناويين تعيشوا فين الفتره اللي جايه، في مصر ولا في اسبانيا؟ والله الاستقرار نفسه لسه بندرس الموضوع، لان هي غطاسه ودكتوره، ف يعني هي عايزه جنب البحر وفي نفس الوقت برضه عشان شغلها في الطب وكده، فلسه شويه الموضوع رايح جاي، يعني لسه ما استقرناش بالظبط هنستقر فين. حلو قوي. طيب صدام انت شغال على رقم قياسي الفتره دي عايز ان انت تحققه؟ ان شاء الله انا بجهز عشان اعمل اطول غطسه في تاريخ البشريه ان شاء الله. طب احكي لنا بقى تفاصيل.
انا كان اخر غطسه كنت عملتها في 2017 كان 100 ساعه و20 دقيقه، وبجهز حاليا ان انا اعمل 150 ساعه، يعني 7 ايام ان شاء الله تحت الميه. تحت الميه متواصل ان شاء الله. هو كان في حد من مصر كان عامل القصه دي قريب؟ لا، هو اول حد كان عمل القصه دي كان قبطان ولاء حافظ، وعملها في 2015. كان عمل 51 ساعه. وبعد كده انا كنت بتمرن وفي 2017 عملت 100 ساعه و20 دقيقه، يعني 5 ايام. وكان في محاولات بقى من ناس عشان تعمل الرقم ده تاني، بس ما كنتش متابع معاهم، يعني ما كنتش عارف هم وصلوا فين، بس ما حدش وصل 100 ساعه لسه. طب معلش يا صدام بر، الاكل والشرب بتعمل فيه ايه تحت الميه؟ انا باكل وبشرب تحت الميه وبتمرن، وعندي صاله الجيم بتاعتي تحت الميه، وعندي السرير بتاعي. لا ده اكيد ده في الحلم ده. لا ده بجد. ده بجد الكلام ده؟ اه والله بجد. يعني ايه ده ازاي حضرتك؟ انا من 2017 عامل الرقم ده، في صور كتير وفي فيديوهات. لا انا مش بتكلم. ايوه لا انا بتكلم على فكره الاكل والشرب ازاي تحت الميه والجيم. انا بتمرن في تحت الميه علشان خاطر اتفادى مشكله تيبس العضلات. تمام. اللي هي بتحصل لرواد الفضاء، عشان ما يحصلش خمود في العضلات بتاعت جسمي. ماشي حلو. فبتمرن، عندي الجيم بتاعي وعندي دكاتره معايا، الفريق الطبي بتاعي بيديني بروجرام بشتغل عليه كل يوم، والدكاتره بتنزل تشيك عليا كل 4 ساعات. ومعايا فريق تغذيه بينزل لي اكل وشرب بمواعيد بكميات معينه بسعرات حراريه معينه. تحت الميه؟ تحت الميه. الاكل ما بيتبلش؟ انا 80% من الاكل اللي بينزل لي بيبقى سوائل، بشرب ازايز. مش ليمون. 20% بتبقى فواكه وخضار. أوكي. علشان معدتك ما تبقاش شغاله على سوائل بس. تمام. ومعظمها بيبقى سكريات عشان تاخد كالوريز عاليه، عشان خاطر تعوض النقص اللي بيبقى موجود في الجسم. لا هو موضوع كبير يا صدام بقى، ده ممكن يعني ان شاء الله اول لما تحقق الرقم ده تبقى معانا هنا ضيف في حلقه ونعرف بقى تفاصيل اكتر. يشرفني طبعا، يشرفني ودعواتكم، وان شاء الله احققها باذن الله. ربنا معاك ان شاء الله.